بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. احنا عندنا هنا ايه؟ تشوف مرة هو باين قوي موجود. بص حاول تصور كده الورم هنا، شوفوا ازاي في العطر. بص هنا باين بونس، ماشي. هو الاصل طبعا يفتح اكسترا اورال، بس هنحاول عشان الاسكار نجيبه من هنا. ممكن نفتح جنجبل، ممكن نفتح سال كده، ممكن نفتح ايه جنجبل. انا رايي هنفتح هنا اهوت. المشكلة بس في المنتال نيرف عندي اهو، نحاول نجيبه. اكني بعمل بالظبط ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اكني بعمل بايلاترال سيشن سبيت استوتيو بالظبط، نفس الفتحه، ماشي. بلاش المنتل، اوكي. ابتدي اقلب الدايركشن بتاعي، كل مصر دي تخاد اول ما ماشي خلاص، تمام. كل مصر دي تخيط، نروح كده العظم اهو، ماشي. ده كده عندي ايه؟ انا كده بلمس العظم اهو، اوكي. تمام كده، توتش فين؟ تشوف دي توتش ولا ايه؟ توتش ايه؟ توتش ايه؟ ده ايه؟ 16 بس كده، زي ما انت زي ما انت كويس قوي كده، احنا شايفين كويس قوي، اوكي؟ كده احنا ايه؟ وصلنا للعظم اهو، ده اقل شو ممكن. استيت زبون طبعا عشان ايه؟ فيشن ارتري قدم استطاعه. هنحاول من هنا نخش بقى نعمل ايه ريتراكشن كده، خلاص هتقفل لي البق شويه كده، ماشي. اطلع خالص، اطلع سيدي خالص، مش عايزين نسمع، ماشي. نعمل كده اهو، اديني مشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، انت شغلك، ماشي. بعض من هنا تحت لهنا، ماشي. هي في النص دي ممكن تكون ريليتد مين؟ الانفكشن من الورود ده، او تكون ساركوما. خدها بقسطة اهو، ستيت تو زبون كده، ماشي. مشكلة ان هي ديب قوي في اللور بوردر من تحت، اوكي. مفيش مشكلة، زمت زمت. يلا باينة معاك كده، لسه لغايه دلوقتي مش قادر اجيبها لان اولموست رايحه مديال، اوكي. رايحه مديال اولموست يعني. انا جبت اللي هو برضه كده خلاص. طيب اقفل بقه كده، اقفل بقه، اقفل. هات المبعد الكذا من عندك، المبعد الكذا كان سوري، ايوه لا هات اوكي. دلوقتي شايف كده احنا ايه؟ برضه لازلنا هو تحت المين. I cannot access التيومر بالطريقه دي كده بصراحه، ماشي. انا قلت بلمسه بس دي خالص. طب فتح دي اهو، ما بقاش اكسترا اورال عشان نشوف. انا كده تحت اللي هو برضه هات عملت بالظبط كده، ماشي. اللي سبت عملت بقى اكسس كويس لقدام كده ونزلت كل ده، وقابلني المنتال نيرف ساعتها، ماشي. كده لازم اشرح انا عند المنتال ونزل ده كله عشان اجيب، اوكي.
لله الامر. يلا بينا مش هنسد كلهم. ماشي ماشي في فرق هنا هنشوف المنتج طب في مقص التسخف عندك خلاص رفيع هنشوفه انت كده بيعمل اختصاص المنتج هنا هنا كده انت اكتر من هنا زي مقص فعلا انت كده عايز مقص تمثل من عندك تمثل من رفيع ده من ترى اوكي يبغى صورة عشان حتى مكاش تسيب كله ماشي ماشي كده ايوه ما رحت ايه؟ فيها ميديا ايوه ما عايز صورة خمس ساعات فضل لا يزرع كده منت بس لك وهذا finished taking biopsy. We have to dissect of the mental nerve. Here is the mental nerve. Here is the mental nerve, okay, which is preserved. And the bone lesion, here we could access the bone lesion, taking biopsy, excisional biopsy, and the smoothing totally. Of course, we dissected by dissecting the proostium and opening and dissecting downward the tergometastatic sling. Preserving the facial nerve, facial artery, which is passing here into the cheek substance. I have adequate medial extension below, caudal and medial. Now, it is totally free and smooth. I did use a motor for listening as well. And now I have just finished. Listening. And take the corpus. Again, the mental nerve is preserved in here, and the lesion will be closed intraorally without scarring. And now I can feel the bony cystosis that was present in here. The specimen will be sent for histopathology. Recall the analysis we did. Histopathology. No need for drainage. Good hemostasis, no massive bleeding, and preserving the neurovascular bundle here, mental bundle. Here's the biopsy. Sorry, guys. Here's the bony part with the soft tissue inside. Okay? The main specimen here, and soft tissue as well. Okay? Thank you. Now I have just finished the closure in layer muscles and mucosa, preserving the mental nerve. Okay. Now I cannot feel no longer. I can feel this bone cystosis outside. It will be sent for histopathologic examination.
ثانك يو.